هنعمل لوتش زلابيا كميه قليله كده من الدقيق هنعملها، وبس هنعمل لكم الشربات عشان ده خلاص بقى كتير قوي خلاص الشربات اللي كنا عاملينه. هنعمل كمان كيلو من السكر تاني قضينا بقيه رمضان، هو كيلو قبل رمضان وكيلو اخر وسط رمضان كفايه قوي ماشي. فهنعمل دلوقتي كيلو سكر بحاله علشان يقعد معانا فتره محترمه نشتغل منها، طبعا حسب بتعملوا حلويات يعني. فانا عندي هنا كيلو السكر عليه حوالي كيلو الا شويه ميه، يعني كيلو السكر عليه قولي كده 3 كوبايات ميه ماشي. هوريك دلوقتي ازاي. دي الزلابيه معانا هي كوبايتين دقيق، رشه ملح، معلقه كبيره نشا، معلقه صغيره خميره، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره فانيليا، 2 كوب ماء وسكر بودره للوش او شربات. خلاص كده. بصوا بقى انا عايزه اوريكم المعيار اللي بعمله. انا عندي هنا اهو السكر بحطه كده واحط عليه ميه بس، يعني يا دوبك هتغطي السكر والزياده سنه صغيره فيها ماشي كده اهو، واروح مطلعه على النار يغلي معاكوا واحده. عشان كان حد سالني على الصفحه دلوقتي في اللايف معايا بيقول لي عايزين عسل الكنافه، هو اهو انا بعمله دلوقتي اهو. هو كيلو سكر عليه حوالي 3 كوبايات من الميه، وهحط عصره ليمونه، احط ملح ليمون، احط عسل كلوكوز لو فيه ممتاز جدا، هدور على عسل كلوكوز ده بيبقى حلو قوي. بصوا بقى هناخد بقى كوبايتين دقيق او اي كميه عايزه كوبايه ماشي، الكوبايه بتطلع حبه كتيره، عليهم معلقه خميره صغيره بس مليانه، عليهم معلقه نشا كبيره، ممكن او ممكن لا على فكره مفيش نشا مش مهم، بس دي بتنشفها اكتر شويه، ومعلقه سكر كبيره ورشه ملح. هقلب كله مع بعضه كده. الفانيليا دي هحطها على الشربات ماشي، هحط الفانيليا واحط ليمون واحط ايه كمان، نبدا بقى كده ايه نحط عسل كلوكوز خطير لو عندك، مش عندك خلاص مش مهم. واحط الميه بقى ونعجن حلو كده، شايفين العجينة شكلها ايه اهي، وايدك فيها حبة كده طبطبيها كده خليها بط كده شوية. تمام، واروح سايباها بقى ايه تخمر بحاجة، شايفين العجينة بتمط ازاي دي كده الزلابية. طبعا احب تحطي لون، تحطي اي حاجة براحتك. زيت يسخن على النار، هسيب دي بقى ايه تخمر. تعالي انتي بقى الخمرانة سخنت اول ولا ايه؟ نجرب كده ونشوف بواحده. هناخد كده بص انا بعمل ايه، ببل كده المعلقه بغسلها كده بايديا، وبعدين بعمل بالعجينه كده واخد كده حته اهي، واخد ايه زي كوره منها وانزل ازق بحرف المعلقه، الاقيها بدات تتوسخ اروح ايه مغيره. لازم العجينه تبقى مطاطه كده. وبعدين انا ايدي بقى هنا اللي بتعمل الايه الميزان بتاع الزلابيه ماشي. حاولي تطلعيها كوره مظبوطه كده من ايديكي عشان تطلع هنا ايه كوره، تطلع معاكي العجينه حلوه ان شاء الله. وكل ما كانت المعلقه نظيفه يعني ما فيهاش اي فتافيت كده من العجين تطلع معاكي حلوه مدوره. شفتوا بقى قوام العجينه عامل ازاي؟ دي الزلابيه او لقمه القاضي. اول حاجه العجينه تكون مظبوطه، شفت هي عامله ازاي، عامله زي عجينه الكيك، وافضل اقلب فيها كده تمط معايا زي الاستك شويه كده. وبعد كده بروح ايه اسيبها تخمر، وبعد ما تخمر اروح منزلها تاني زي ما شفتوني هبطت العجينه بتاعتها كده، وبعد كده ابدا ان انا ايه احمرها. هتحمر تصفر شويه
عشان تبقى مقرمشه. يعني انا ممكن افضل معاها كده لغايه ما تديني اللون اللي انا عايزاه الذهبي، بس تاكل دلوقتي حالا، ما تاكلش بعد شويه، لا هبطت خالص، لا انا عايزاها تفضل مقرمشه لغايه تاني يوم ولا تالت يوم عادي ولا هيحصل لها حاجه، حطيها في التلاجه كمان تبقى مقرمشه برضو، هي تقعد معاكي 3 4 ايام. من ايه؟ من الحركه دي، ان انا بص بصفرها كده، تبدا على اللون الاصفر واروح واخداها مطلعاها في طبق لغايه ما ايه اللي يحصل؟ تهدى. وبعد كده اروح مرجعاها تاني. انا بس هعمل كده لما اسيبها تهدى. خلاص هعمل بقى كمان حبه كمان طبعا، وعايز زيت سخنه، عايز ده مش لقمه القاضي، مش اسمها ايه دي، مش بلح الشام، عايزه زيت بارد. هي بلح الشام رخامتها في كده ان هي لازم عايزه زيت بارد، واغير طاسه دي لا، انا اهو شغاله بدي. اما اجي اطلع بقى حاطه بتاعت الزلابيه دي او لقمه القاضي دي، هطلعها في طبق تاني، ما طلعهاش فوق الاولانيه، ما طلعهاش فوق دي، لا بجيب لها بوله تانيه او طبق تاني وابدا ان انا ايه اطلع فيها. ماشي، خلي ايديكي نفس مسافه المعلقه، نص المعلقه كده زي ما بعمل، هي دي بصوا اهي كده عشان ما تاخدش كتير، يعني نص، شايفين نص، بصوا كده اهي نص المعلقه اهي كده، بحط ايديا في نص المعلقه مش اولها ولا اخرها كده، عشان اما اجي اخد من ايدي تاخد على قد دي بالظبط، واحاول اطلعها ما بين ايديا كوره اهي. خلاص كده، اهم حاجه نظبط قوام العجينه وندخل لها هواء زي ما شفتوني عملتها كده، وبقت تمط في ايديا كده زي الايه، زي الاستك كده، ده مهم جدا، وان شاء الله يطلع معاكم زي الفل. اجيب بس بوله تانية عشان اطلع فيها ايه العسل بقى، اهو بيغلي اهو، هسيبه لسه يقعد معايا قد قولي 20 دقيقة كده بيغلي، عشان يطلع عسل مظبوط حلو كده للزلابية. اهي هناخد بقى اللي هديت دي كده واروح حطها تاني ايه محمراها. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تغطيش عليا طايره خام، احمرها بقى تاني حلو. الحركه دي بقى اللي بتخليها تطلع لك مقرمشه وعمرها ما بتطرى تاني، تبقى مقرمشه مقرمشه يعني، وكل ما تبرد كل ما تطلع معاكي احلى. حط هنا بس كده ليمون مع ال مع الشربات كده، زي بقولك لو في معاكي عسل جلوكوز حطي قد نص كوبايه بس، ومبقلبش، خدت بالكم ان انا بقلبش حاضر. انا بقى كده اهو بصوا هفضل اقلب دي لغايه ما اوصل للون اللي انا عايزاه، لازم يحمر حلو جدا علشان يفضل مقرمش، وده هحطه بعديها. احط بقى عسل، احط بس عسل يكون بارد، مش اللي انا بعمله ده، ده انا بعمله الايام اللي جايه، انا عندي هنا عسل موجود اهو، ده اللي هشتغل بيه، او احط سكر بودره يعني عندك كده او كده.